السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وصفة جديدة. في هذه الحلقة نوريكم طريقة عمل كرات البطاطس المسلوقة محشية بالجبن. لعمل هذه الوصفة السريعة احنا بحاجة لحبتين من البطاطس المسلوقة والمهروسة بهذه الطريقة. هذه الجبن مقطع قطع صغيرة، ممكن تستعملوا أي نوع من أنواع الجبن حتى الجبن اللي على شكل مثلثات، ملح، بقدونس، القليل من الزبدة، وأخيرا فلفل الأسود. نأخذ البطاطس المسلوقة والمهروسة ونضيف لها القليل من الفلفل الأسود، قليل من الملح، بقدونس، والزبدة، ثم نخلط جميع المقادير جيدا. فمن بعد ما امتزجت المقادير كلها مع بعضها بهذا الشكل حصلنا على هذه العجينة. فإذا ندهن كفين بالقليل من الزيت وناخذ هذه العجينة، ثم نوضع داخلها حبة من الجبن بهذه الطريقة هذه، ونكورها بهذا الشكل هذا. ثم نوضعها في الدقيق أبيض، نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هذه الكمية اللي عندي. من بعد ما وضعت حبات أو كرات البطاطس المسلوقة في الدقيق، الآن نقوم بقليها في الزيت. هذا هو الشكل النهائي لكرات البطاطس المحشية بالجبن بعد ما قليتها في الزيت. فكيف كتشوفوا فهي متحمرة من جميع الجهات. إذا نقوم بفتح واحد الكرة حتى نشوف الجبن. إذا نشوف الجبن فأتمنى الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها، وأشكركم جدا على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. مع السلامة.